تغيير كبير على مستوى مصر المقاصة من حيث الطريقة اللي كنتوا بتلعبوا بيها والطريقة اللي لعب بيها مصر مقاصة مع كابتن مؤمن؟ طبعا كل مدير فني ليه يعني فكره وليه يعني السيستم اللي بيلعب بيه. طبعا ما اقدرش طبعا اقول لان طبعا مؤمن مدرب يعني مدربين كويسين وان شاء الله ربنا يوفقه، ما اعرفش هو فكره ايه، هي طموحه ايه والتارجت اللي عايز يعمله مع نادي مصر المقاصه ايه، اسلوب لعبه اللي هيعلمه اللعيبه من الاول ايه، هل الخطه اللي هيلعب بيها او السيستم اللي هيلعب بيه. احنا كنا يعني يمكن مع الكابتن ايهاب كنا بنلعب بسيستم وكان بيتغير طبقا يعني في في بلان عام او في سيستم عام، لكن كان بينشق منه وينبثق منه كذا خطه حسب الفرقه اللي هتلعبها وحسب الهدف اللي انت عايزه من المباراه دي. لكن الهدف الشكل الرئيسي بتاعنا ان احنا كنا طبعا بنبني طبعا لعب من تحت، والكره الجميله ان احنا ما بنعملش الكره الطويله، لا بنلعب وبنبتدي هجمات من تحت مع تحركات معينه في وسط الملعب عشان تفتح فرص ان انت توصل ازاي بسرعه لمرمى الخصم. كنا طبعا الكلام ده بيتغير زي ما قلت لحضرتك، لكن اللي انا عايز اقوله ان السنه اللي فاتت كنا احنا بنلعب جيم مفتوح طبعا كنادي مصر المقاصه، لان الكابتن حتى في بدايه السنه من فتره الاعداد وهو بيتعاقد مع اللعيبه، ودي الحمد لله يمكن دي الحاجه اللي بتميز كابتن ايهاب ان هو بيشتري اللعيبه بناء على السيستم اللي هيلعب بيه في الموسم القادم وبناء عن الهدف والتارجت اللي هو عايز يحققه. يمكن احنا اول سنه لعبنا 4-4-2 فلات اللي هي الصريحه، بعد كده تاني سنه يمكن برضو دخلنا شويه حاجات، السنه اللي فاتت احنا لعبنا بشكل هجومي جدا، وده اللي الناس ساعات بتتكلم تقول اصل المقاصه دخل فيها جوان. يعني احنا يعتبر خامس فريق دخل فيه 34 جون على مستوى الدوري، فرق الدوري، ودي نسبه يعني انا كمدرب اجوان مش عايز ادخل فينا جوان خالص، لكن تقييم حراسه المرمى مش بعاد الاهداف، بدليل ان في جوان عملت موسم كويس في الدوري السنه دي وداخل فيها جوان كبيره اكتر مننا. فهو شكل اللعب كان مختلف، لكن بالعكس ده انا بشكر حراس المرمى اللي كانوا معايا بصراحه، لان الشكل ده اللي بنلعب بيه هو بيبتدي من حارس المرمى، لان حارس المرمى هو اول خط هجوم لفريق كره القدم، هو اللي بيبتدي الهجمه من تحت. لو جات له الكوره وخاف وما عندوش ثقه وما عندوش حلول اللي احنا بنحاول نجدها له في التمرين، ما كانش هيقدر يبقى فيه اعداد وفيه بناء للهجمه من تحت، لان الجون لو شاط كره طويله. بس ماتشات كانت كبيره صعبه عليكم، يعني انا مثلا الاهلي والزمالك اكتر فرقتين قروا الجيم بالنسبه لكم كويس، فبقوا يلعبوا ضاغط عليكم من عند حارس المرمى، اعتقد ده برضو يرهق اي لعيب. طبعا ويرهق حارس المرمى، لان حارس المرمى ده موقع يعني مركز حساس جدا يا كابتن بريم. يعني النهارده الميس باص اللي بيعمله لعيب في وسط الملعب بيؤثر على الفرقه، فبال حارس المرمى اللي هو اخر خط في المرمى يعني في الملعب، يعني لو اي خطا هيكلفه هدف على طول. فالحمد لله يمكن انا هقول لحضرتك برضو حاجه حصلت الماتش الثاني في الدور الثاني مع النادي الاهلي، يمكن هم لعبونا فعلا بضغط من قدام زي ما حضرتك قلت كده، فجت كره لمسعود احمد مسعود فضغط ثلاثه، عامل كره لحسين الشحات اللي هو الباك رايت بتاعنا خلف الخط اللي هو ايه بيضغط بيه علينا النادي الاهلي، بعديها على طول راح النادي الاهلي ما ضغطش، راح راجع ورا لانه عرف خلاص ان هو لو ضغط كده عندهم حارس مرمى كورته كويسه بيقدر يوصل الكوره، فبيقدر بخط بحاله كامل. فراح رجع النادي الاهلي ما لعبش ضغط، رجع تاني قابل من تحت. فده قيمه ان انت النهارده بتبقى انت تدريبات لحراس المرمى، ان ازاي النهارده بتدربوا حراس المرمى، كنتوا بتدربوهم مع الفرقه ولا؟ هو طبعا كان في جزء خاص معايا يعني يعني احنا كخاص بينا ان انا كنت بعمل لهم مواقف دايما طبعا مشابهه، ان انت بتحاول ازاي ترجع له الكوره وتعمل اي ضغط، ضغط مزدوج مش ضغط يعني مش ضغط من ناحيه واحده، ضغط يعني زي يعني ممكن واحد يجي من العمق واحد من الطرف وتدي له الحلول اللي هو يبص فيها الاماكن اللي المفروض هيبقى متواجد فيها اللعيبه عندنا. فكان لما بيضغط عليه يبقى عنده حلول، يا اما هيلعب للديفندر اللي هيسقط بين راسين الحرب يستلم من العمق، او الباك الطرف اللي عندي الطرف اليمين او الشمال اللي هو بقى في ورا الخط اللي هو بيضغط بيه اي فريق منافس بالنسبه لنا. الكلام ده كنا بنشتغل عليه كتير، بنحط له مرمى في الحتت دي عشان يبقى في دقه في التمرير. في الاول كان بيبقى طبعا في قلق ان هو يلعب، لا مع التكرار والاصرار مننا والكابتن ايهاب فبقى خلاص الموقف متكرر بالنسبه له، وبقى مع كمان اللي بيساعد حارس المرمى هو التحرك اللي الكابتن ايهاب بيديه للناس اللي موجوده عشان